بص منهم اللي هو اليوك ساك. اليوك ساك ايه هو اليوك ساك؟ It is a cavity ventral to embryonic disc. It has three stages of development called primitive, يعني primary أو بدائي, secondary and definitive yolk sac, which appear كل واحد فيهم بيظهروا A one after another. يعني ايه؟ بيتكون الأول primitive, بعدين مع احنا قلنا development كل شوية بيحصل تطوير وتحور في الحاجات, ف primitive بعد كده يتحول يديني secondary, بعد كده يديني ايه آخر حاجة آخر مرحلة بعد مرحلة الفولدنج يديني definitive yolk sac. أول حاجة البريميتيف يوك ساك, it is the earliest sac, أول sac to appear. Its roof is formed by the endodermal layer of the embryonic disc. خلاص, while the rest of its wall is lined with extra embryonic mesoderm in the form of membrane called Husserl's membrane. يعني إيه الكلام ده؟ أدي شكل البلاستوسيست زي ما اتفقنا, حصل لها implantation خلاص واتقفلت الفتحه بحاجه اسمها الفايبرين كلوت. طيب قلنا شكل البلاستوسيست, قلنا ايه رول اوف 2 بعد ما حصل امبلانتيشن. احنا كده في الاسبوع الثاني كل حاجه ادتني 2 ادي تروفوبلاست, ادتني سينسيتو تروفوبلاست وسايتو تروفوبلاست. اتفقنا الامبريونيك تيشو ادتني ايبي بلاست من فوق وايه هايبو بلاست من تحت, واتفقنا الايبي بلاست دورزال وايه والهايبو بلاست فنترال, اهو فنترال ناحيه الكافيتي فنترال كافيتي اهو. وقلنا الكافيتي بتاع البلاستس بقى عندي تو كافيتي, واحد من قدام او فنترال اسمه ايه فنترال للامبريونيك بليد ده وسميناه يوك ساك, وواحد دورزال سميناه امنيوتيك كافيتي. خلاص يا ولاد؟ طيب مع التطور قلنا اتحولت البلاستوسيست لمين؟ الكوريان, واتفقنا ان كل الحاجات الترافوبلاست والحاجات دي بتعمل الفيتال ميمبرين اللي حوالين الايه الامبريو, لكن الامبريونيك بليد دي بتديني الفيتس نفسه الجنين نفسه. طيب ادي البريميتيف يوك ساك, قلنا الروف بتاعه معمول بمين؟ بالهايبوبلاست, والوول بتاعته معموله باكسترا امبريونيك ميمبرين اسمه الهوسرز ميمبرين. خلاص درايفد من ايه؟ من الميزوديرم, من الاكسترا امبريونيك ميزوديرم ده. خلاص فده اسمه البريميتيف يوك ساك. ادي شكل اكسترا امبريونيك ميزوديرم, هو اتكون بقت الول بتاع اتحولت البلاستوسيست لايه للكوريونيك فيزيكل, بقت بلاستوسيستك فيزيكل بقت اسمها ايه المرحله دي بقى اسمها كوريونيك فيزيكل. ايه يعني كوريون؟ يعني الول بتاعت البلاستوسيست دي بقت تتكون من كام لاير؟ اوتر سينسيتو انر سايتو وانر موست, بتتكون من حاجه اسمها ايه اكسترا امبريونيك ميزوديرم. اكسترا امبريونيك زي كده الوول او كده الفيزيكال دي بقى اسمها كوريونيك فيزيكال, دي ايه مرحله قبل تكوين البلاسينتا. خلاص ادي الاندومتريوم بتاع المذر اهو, ده اللي من بره التراين كافيتي. طيب ايه اللي هيحصل بقى بعد ما تكون الاكسترا امبريونيك ميزوديرم؟ ما تحصل فيه كافيتيشن كده بالمنظر ده, والكافيتيشن او الكافيتيز هيحصل لها كواليس مع بعض, تتجمع مع بعض تعمل لك وان كافيتي, بيكبر الكافيتي ويضغط على ايه؟ بيضغط على البرايمري يوك ساك كده, هيحصل دي جنريشن الهوسرز ميمبرين. خلاص ويصغر اهو اليوك ساك, وبعد ما حصل دي جنريشن الهوسرز هيحصل لها ريبليسمنت بمين؟ بالاندوديرم, بالاندوديرم اللاير دي بقى كله متبطن باندوديرم, ان خلاص كله ده هيحصل دي جنريشن, حتى الهايبوبلاست كله هيحصل له دي جنريشن. والايبي بلاست يديني اكتو اندو ميزو, اكتو ميزو اندو, الاندو هيبقى عامل الروف بتاعت الايه سكندري يوك ساك, ويبقى عامل الوول بتاعت ايه سكندري يوك ساك. ايه هو السكندري؟ It follows a primitive yolk sac and is lined completely with endoderm migrating from its roof زي ما اتفقنا. The caudal part of the sac اهو ده منظر السكندري ساك اهو, وادي الامنيونيتيك كافيتي وادي الامبريو. خلاص وده شكل اللي هي الكورينيك وول وشكل الميزوديرم. قلنا الميزوديرم حصل فيه ايه؟ حصل فيه كافيتيشن كله اهو, حصل كافيتي كده ما عدا الحته دي بقت ايه الميزوديرم بتاعها ما حصلوش كافيتيشن, بقت موصله الكورينيك وول بمين؟ بالامبريو الممبرينز بتاعته, سميناها connecting stock. connecting stock دي is a
دي بداية تكوين الايه الامبليكال كورد الحبل الثوري. خلاص طيب the caudal part of the sac gives the diverticulum زي ما اتفقنا تسجل the diverticulum سميناه ايه سميناه allantois which is the diverticulum that protrude into the mesoderm of the connecting stalk. طيب يعني ايه الكلام ده؟ ادي السكندري قلنا يك ساك بتبطن كله completely lined بمين؟ بالاندوديرم migrating من الروف بتاعه. احنا اتفقنا ده كده ايه الفنترال بارت بتاع الامبريو ده الكودال بارت بتاع الامبريو. في الكودال بارت بتاعت هذه الساك الكودال يعني النهاية خلاص نهايته او الجزء المؤخر منه الكودال بارت اوف ذا ساك حصل زي فارتيكيوم كده زي البوش كده عامل زي الجيب كده زي البروز دخل لجوه دخل لمين دخل ناحية الكونكتنج ستوك وسميناه هذا الدايفرتيكولم سميناه الانتويس كلمة اسمها الانتويس. هنعرف ايه الالانتويس ده بعدين. ديفينيتيف يوكساك دي المرحلة الثالثة امتى هيحصل؟ لما يحصل الفاينل ستيج دي بتحصل after folding of the embryonic disc it is smaller in size and communicate with the gut through the patello intestinal duct. ادي اهو ادي الامبريونيك ديسك اهو وادي الامنيون حصل له اكسبانشن تمام واليوكساك بدا يدخل منه جزء لجوه عشان يعمل جات تيوب يعمل حاجه اسمها فور جات ميد جات هايند جات وادي جزء منه متوصل بالريميننج بارت من اليوكساك سميناه ديفينيتيف يعني النهائي ديفينيتيف يوكساك والديفينيتيف يوكساك ده متوصل بجزء من الايه يعني الجزء بتاعه دخل جوه الامبريو اثناء الفولدنج بينهم وبين حاجه اسمها فيتيلو انتستاينال لان الانتستين اللي هو بارت من الميد جات فيتيلو انتستاينال ايه دكت يبقى كده ديفينيتيف يوكساك كونكتد بي البارت من اليوكساك اللي جوه الامبريو سميناه جات تيوب خلاص بمين الدكت دي بفيتيلو انتستاينال دكت يبقى دي فاينل ستيج which remains after folding of the embryonic disc it is smaller in size and communicate with the gut through the vitello intestinal duct. اهي الصورة دي شكل اهو يوكساك وهو بيحصل له طبعا بيدخل جوه الابد جوه البطن بتاعة الفيتس عشان يكون الجات تيوب كلها من اول الماوس لحد الانس تحت لحد الريكتم والانال كنال. اليوكساك كله اندوديرمال ان اوريجن. ده مين ده؟ ده الامنيون اهو امنيوتيك كافيتي اهو يبدا الامنيوتيك كافيتي يكسباند يتمدد وايه ويحوط الجنين كله من كل النواحي وبارت من اليوكساك كده خلاص دخل جوه الابد عشان يعمل جات تيوب من اول الماوس لحد الانس تحت تمام وادي اللي هو البارت الريميننج الباقي بالديفينيتيف ده الديفينيتيف يوكساك وده البارت ده اسمه فيتيلو انتستاينال فيتيلو جاي اي حاجه فيتيلاين يعني ريتد ليوكساك اسمها فيتيلو انتستاينال فيتيلو انتستاينال دكت دي الريميننج اي بارت اللي هي بتبقى كوميونيكيتد ديفينيتيف يوكساك بالايه الجي اي تي بتاع الامبريو اللي هو اصلا بارت من اليوكساك اللي هو كان سكندري يوكساك قبل كده. خلاص يا دكاترة؟ ايه الفانكشن بقى بتاعت اليوكساك؟ زي يوكساك لايننج اندوديرم gives rise to the following derivatives اللي هي مين؟ بريمتيف جات زي لسه بنقول البريمتيف جات derived from the roof of the يوكساك اللي هي البريمتيف جات اللي احنا قلنا فور جات ميد جات هايند جات بيعمل لك من اول الماوس والتراكية والاسوفيجاس بيوصل لحد الستومك والانتستين والريكتوم كل ده من مين؟ من اليوكساك عمل لك البريماتيف جات الانتويس. طيب البريماتيف جات احنا هنحدد الريكتم تحت قدام الريكتم في حاجه دايما اسمها البلادر يرن البلادر المثانه البوليه في الميل او في الشمال البلادر دي برضو بارت من يعني ايه من الهايند جات ده اللي احنا بنحكي عنه برضو جاي من اليوكساك واتفقنا ان الانتويس ده عباره عن ايه كودال بارت اوف ذا روف اوف ذا يوكساك اند فورمز بارت اوف ذا يرينري بلادر فالالانتويس ده البروز اللي احنا خدناه قبل كده في الصوره عشان مش هينفع ارجع الصور تاني البروز اللي دخل من اليوكساك للكولكتنج ستوك قلنا اسمه الانتويس الانتويس ده لما يحصل فولدنج بارت الهايند جات ده هينقسم لاثنين جزء الورا اسمه ريكتم جزء قدام اسمه يورينري بلادر والانتويس ده بقى شابك فيها فبيعمل بارت من اليورينري بلادر دي في الميل والفيميل خلاص
طب ايه بقى كم حاجه؟ رقم 3 البريمودري 6 سيلز. البريمودري 6 سيلز دي اللي هم مين؟ اللي هم الاوسايت والمين الاوغونيا والسبرماتوجونيا. الاوغونيا والسبرماتوجونيا دول جايين من فين اصلا؟ من يوكساك اندوديرمال ان اوريجين. خلاص روح يحصل لهم مايجريشن لمين؟ لريش الزيجونات سواء كان تيستس او اوفر. رابع حاجه الفانكشن بتاعت اليوكساك اللي هي البلاد فورميشن ديفلوب ان ذا ميدوديرم اوف ذا وول اوف ذا يوكساك. خلاص اهو شكل اليوكساك. قلنا لما يحصل اثناء الفولدنج بارت منه يدخل جوه الامبريو يعمل لك الفور جات من اول الماوس وادي الانتستين ميد جات يعني الماوس والتراكية والاسوفيجاس والفارينكس والكلام ده كله لحد ما نوصل للاستومك ميد جات استومك وانتستين والهايند جات ده الريكتا. شايفين شكل احنا فاكرين قلنا كان الانتويز ده بروجكشن هنا من الناحيه دي من الكودال بارت في الكونكتنج ستوك. ادي شكله اهو الانتويز ده لما لف لما دخل جوه حصل له جوه الامبريو اثناء الفولدنج. ادي هو الانتويز بقى شكله كده جه قدام بدل ما كان لورا بقى ايه بقى قدام. ده شكل الهايند جات كده قلنا بيتقسم نصين نص ورا هيديك ريكتوم نص قدام هيديك البلادر. فبالتالي الانتويز عمل لك بارت من ايه من اليورينري بدل مثلا بوليه. البارت ده سميناه يوريكا. سميناه ايه يوريكا؟ عباره عن فايبرس تشو فينا موصل الايبكس بتاعت البلادر بالابدومينال وول اللي هي بالامبلايكس. فيما بعد ادي الالانتويسون ادي شكله ادي شكل الديفينيتيف يوكساك اهو. والدكت دي اسمها فيتيلو انتستاينال دكت. يعني ادي الامنيون اهو الفلور معمول بمين؟ بالكولومنر لير بتاعت الاكتودير. والروف معمول بايه؟ بفلات سيلز ديرايفد سميناها امنيوجينيك سيلز ديرايفد فروم مين؟ فروم التروفوبلاست سيل دي. خلاص الامنيوجينيك سيلز دي هي اللي بتسيكريت الامنيوتيك فلويد. ماشي طيب amniotic fluid it has the following a it has the following characteristics it is derived from two sources يعني ايه sources بتاعه الفلويد ده؟ قلنا على حاجه secretion من مين؟ من الامنيوجينيك سيلز اوف ذا امنيون قلنا عليهم اللي هم جايين من فين؟ من السيتوتروفوبلاستيك سيلز. excretion بمين؟ بالكيدنيز اوف ذا فيتس يعني الفيتس ليه رول بيحصل لهم secretion من الوول بتاعه الامنيوتيك كافيتي نفسه وياخدهم الطفل يبلعهم تمام ويمشوا في الدوره بتاعته ويطلعوا من الكيدنيز عن طريق يورين. خلاص بيرجعوا تاني للبلد زي ما هنحكي. It is not a stagnant fluid but it is a continuous state of renewal يعني بيحصل له رينيول على طول هو مش راكت في المكان ده رايح جاي. ازاي؟ It enters the cut of the fetus where it is absorbed اهو يبلعوا الطفل it is absorbed into the fetal blood يبلعوا الطفل تمام ويرجعوا تاني لينا and from there to the maternal blood by passing through the placenta. احنا اتفقنا ان البلاسينتا بيمشي فيها umbilical artery umbilical vein. umbilical vein بيجيب البلد للطفل وياخد منه ال excretion بتاعته عن طريق umbilical arteries تمام. فلما يحصل بقى ان الجات يبدا يعني يحصل له ان هو absorb يبلع ال amniotic fluid ده هيدخل تاني للفيتال بلد تمام ويرجعوا وعن طريق اليونين بتاعه برضه يرجعوا للماتيرنال بلاد باي باسنج ثرو ايه ثرو ذا امبلايكال ارتريز يرجعوا تاني للام عن طريق البلاسينتا. فهو مش ستاجننت هو على طول سيكريتد واكسكريتد على طول رايح جاي بيلف ما بيقعدش ثابت كونتينوسلي رينيوال. In full term, the volume of fluid normally measures 1000 cc. يعني 1 لتر يبقى النورمال بتاعه الفوليوم بتاعه حوالي 1 لتر في الفول تيرم بيبي يعني خلاص قبل الولادة خلاص كمل العمر بتاعه يبقى النورمال amount is a 1 liter. However, more than 2 liter في الحالة دي هنسميناه ايه؟ هنسميه polyhydramnios. هنقول ان السائل الأمنيوني زايد في الأم خلاص اسمه بولي هيدرامنس. ولو كان اقل من 500 سي سي هنقول عليه ان هو ابنورمال برضه وهنسميه اوليجو هيدرامنس. ايه فكره ان انا بعرفه النورمال عشان من خلاله ابقى عارفه ايه هو الابنورمال
يعني الطبيعي انا الاقي 1000 سي سي، الاقي لتر زاد عن اللتر هسميه بولي هيدرامنوس، اقل من اللتر يبقى نص لتر هنسميه اوليجو هيدرامنوس. كلمة هيدرامنوس يعني هيدرا، يعني ايه؟ جاي من فلويد. function of the amnion it provides a fluid medium in which the fetus floats freely and grows evenly يعني بي بروفايد free movement for the fetus to the fluid medium. كمان بي بروفايد ان هو fluid medium in which the fetus floats freely، تمام كده، بيكبر براحته ويتحرك براحته. It prevents the adherence of the fetus to the surrounding uterine wall، بيمنع انه يتلزق الطفل بالuterine cavity، تمام كده. It acts a protective layer against the risk of injury to the fetus from the external virus، يعني لو في خبطة او اي حاجة كده هو يكون بمقام الشوك ابزوربر، بيمتص الصدمات عشان توصلش للطفل. It maintains، كمان رقم 4، it maintains the body temperature of the fetus relatively constant، يعني بيحافظ على تنظيم درجة حرارة الطفل، تمام. It helps in dilatation of the cervical يعني at the start of the delivery، يعني في بداية الولادة هذا الأمنيتك فلويد وهذا الأمنيتك ممبرين بيندفع في السيرفايكال كانال قبل البيبي عشان يوسع هذه الكانال. This is achieved by pushing about a pouch of amnion filled with fluid called bag of water. يعني a pouch of amnion، pouch يعني زي الكيس، فكأني بالونة أو bag زي الشنطة كده، bag of water كأني شنط شوية مية كده جوه كيس، اندفعوا في السيرفايكال كانال في طريقة طبيعي. ايه هيبدأ يوسعوا السيرفايكال كانال عشان يحصل ايه؟ عشان تحصل الليبر وينزل الفيتوس، خلاص. طيب في حالة مرضية للباج اوف ووتر دي، ان باج اوف ووتر لو حصل لهم رابشر قبل ميعاد الولادة مثلا بشهر ولا شهرين، هذه الحالة يحصل اسكيب للامنيتك فلويد ونقول عليها حاجة اسمها بريماتيور رابشر اوف ممبرين. بريماتيور يعني ايه؟ ما قبل النضج، يعني مش وقتها. بريماتيور، بري يعني ما قبل، ماتيور يعني لسه ما اكتملش عمر الطفل، فسميناها بريماتيور رابشر اوف ممبرين. ودي الحاله دي بنضطر نحجز العيانه في المستشفى عشان العمليه دي ممكن يحصل منها انفكشن للام وللجنين، ممكن تؤدي تبقى يعني حاجات تؤدي لوفاه لو حصل منها التهاب في الغشاء البريتوني، حاله اسمها بيريتونايتس. طبعا مشكله لازم تتحجز وندي انتيبيوتيك ونتابع العيانه لحد ما تتم الولاده بامان، سواء كان بقيصري او نورمال. In a rare case ايه مشكلات الامنيون ده؟ احنا خلصنا الفانكشن بتاعه، عرفنا ايه هي الباج اوف ووتر. مشكلة الامنيون ده لو حصل حاجة اسمها بريماتور رابشر اوف ممبرين. في حاجات تانية، في مشاكل في الامنيتك فلويد ده او الامنيتك كافيتي، لو حصل حاجة اسمها امنيتك كونستريكشن او امنيتك باند، دي عبارة عن strands of the fluid filled sac. يعني ايه؟ يعني بتبقى موجودة حاجة زي fibrous tissue كده جوه الامنيتك كافيتي، فبدل ما كان الفلويد مغطي الفيتس كله، لا بقى ايه عامل زي اكياس كده، اكياس كل كيس لوحده، كيس على حده كده زي حاجه بوليسيستيك، تمام. كل كيس مقفول على بعض، شويه سمول ساكس كده حوالين بعضهم كلهم بينهم وبين بعض فايبرس تيشو. فطبعا دي مشكله، الطفل مش عارف يتحرك فريلي، هيحصل منها كونجنتال انومالي في الفيس والارم والليج والفينجر والتوز بتاعه الطفل. الامبليكال كورد، الامبليكال كورد اللي هو الحبل السوري، ادي شكل الفولدنج اهو. الجنين لما حصل منه فولدنج حصل ايه؟ كان الكونكتنج ستوك كودلي بقى جه فينترالي بقى قدام الكونكتنج ستوك اللي قلت لكم عليه. في حاجات طبعا بتعدي في الكونكتنج ستوك، احنا قلنا منها الالانتويس، منها الفيتيلو انتستاينال داكت اهي، تمام. والاوبننج دي اللي حصلت ديو تو فولدنج سميناها امبليكال اوريفيس. احنا قلنا الفولدنج بيحصل ايه؟ كرينيو كودل، وبيحصل على الجنبين من الرايت والليفت سايد. فلما تلكلك بقى الطفل على بعضه كده، تلف على بعضه، حاجه اسمها فولدنج، بيتطبق على بعضه وخد وضع الجنين، كونت حاجه فاتحه كده اوبننج سميناها امبليكال اوريفيس. امبليكال اوريفيس يعني فتحه الامبليكس اللي بيعدي منها الامبليكال كورد في الجنين، تمام كده. فيها حاجات ستراكشر زي داخله وطالعه منها، نعرف هي بعدين. ايه بقى الامبليكال كورد؟ ات از فورمد از ا ريزلت اوف ايه؟ فولوينج فاكتور احنا بنحكي عنهم اللي هي فولدنج اوف ذا ديسك. رقم 2 expansion of amniotic cavity ده اللي من فوق، دي برضو اسباب الفولدنج، حاجات اللي ادت الى ايه؟ الفولدنج اللي هي expansion of the amniotic cavity.
لما حصل الفولدنج حصل ايه بقى؟ ان الكونكتنج ستوك اهي توجذر وذ الانتويز كام تو لاي فنترالي من قدام ان دايركت كونتاكت وذ ايه بقوم قدام هي الالانتويز اهو الكونكتنج ستوك بقوم ايه لقدام للجنين فنترالي جنب مين؟ جنب الفيتيلو انتستينال داكت. The umbilical orifice is formed ventrally and unbound بمين؟ بالفور فولد اللي هو ايه كرانيال وكودال فولد وعلى الجنبين ميديال ولاترال فولد فدي بقى ايه متحوطه باربعه فولد وسميناها umbilical orifice. السبب الثاني لعمل umbilical cord on expansion of amniotic cavity results in the following changes: the vitello intestinal duct and the connecting stock حصل لهم elongation يبقى ده لما حصل له expansion من ناحيتين حوطه الطفل من كل النواحي عمل ايه خلى الكونكتنج ستوك كده ايه بدا يطول خلاص بدا ايه يطول الكونكتنج ستوك اللي هو ايه اللي هو البريماتيف امبلايكال كورد ماشي هيبدا يحصل له الانجيشن بيبدا الامنيوتيك يزيد ويكبر ويبدا ايه يشد على الكونكتنج ستوك فبدا يطول بيتلو انت استنى دكت اند الكونكتنج ستوك الانجيت. The extra-embryonic xylem is completely obliterated except for few clefts left at the umbilical orifice. قلنا لو تفتكروا احنا بنقول لكم بس مش عارف ارجع بالسلايدات لورا فاكرين extra-embryonic xylem اللي قلت لكم عليه extra-embryonic cavity الكافيتي ده كل ما الامنيون بقى في البلاستوسيست في الكورونيك فيزيكال تايب قلنا كل ما الامنيون بقى يحصل له اكسبانشن هيبدا ايه يضغط ويقفل الاكسترا امبريونيك كافيتي اللي من بره ده اللي هي دي الريمننت بتاعته اكسترا امبريونيك بارت كافيتي قلنا زي ما في اكسترا امبريونيك كافيتي في حاجه اسمها ايه انترا امبريونيك كافيتي تمام لو قدرت بقى كده ارجع بالسلايدات اوريها لكم. طيب يبقى حصل الاكسترا امبريونيك كافيتي از كومبليتلي اوبليتريتد اوبليتد يعني اتقفل except for few clefts هنا عند الجناب هنا على الجنبين من الأوريفيس left at the umbilical orifice. رقم C the wall of the amniotic cavity is reflected طبعا اهو بتلف اهو الامنيوتيك كافيتي is reflected يعني تنعكس into the outer aspect of the umbilical cord to form a sheath غشاء حوالين الامبلايكال كورد وسميناها sheath that بتلايند مين بتغطى بيه هذا الامنيوتيك ممبرين. اهو دي بدايه اهو شايفين كده فاكرين دي قلت لكم ان انا بتكون الكورونيك وول اهي تمام وادي الامبريونيك بليت وادي كده ده اسمه الامنيوتيك كافيتي وادي اليوك ساك تمام وادي الالانتويس اهو دخل جوه الايه الكونكتنج ستوك قلنا جه منين الكونكتنج ستوك فاكرين لما قلنا في حاجه اسمها الكورونيك وول بتكون من سينسيتيو وسايتو واكسترا امبريونيك ميزوديرم والميزوديرم حصل له كافيتيشن والكافيتي بقى تو لاير اهو لاير من بره كده مغطيه الوول من بره اسمها سوماتيك اكسترا امبريونيك ميزوديرم وفي ميزوديرم هو مغطي حوالين الامنيون ومغطي حوالين اليوكساك وسميناه سبلانكينيك اكسترا امبريونيك ميزوديرم وده اسمه اكسترا امبريونيك كافيتي ماشي مين بقى مش بيحصل له كافيتيشن حته من الميزوديرم في المكان ده بالظبط للكودال بارت بتاع الامبريونيك بليد وسميناه كونكتنج ستوك دي بدايه تكوين الامبلايكال كورد اللي هيوصل لك المشيمه فيما بعد بالطفل فده اسمه ايه اسمها كونكتنج ستوك الحته اللي بارزه دي كده سميناها الانتويت. طيب لما حصل اميتيك حصل له اكسبانشن حصل ايه حصل الكونكتنج ستوك ده هيبدا يطول اهو تمام كده هيبدا يطول اهو انت بتشد عليه من ناحيه من ناحيه فبيبدا يشد معاك ويطول خلاص وكل ما بيكبر الاميتيك كافيتي بيقفل هذا الايه الاكسترا امبريونيك سيلوم هذا الاكسترا امبريونيك كافيتي هيقفل ويبقى مليان كل الكافيتي بتاع كرينيك فيزيكال ده بمين بالفيتس بالامنيون بالامنيون فيتس زي ما انتم شايفين كده شايفين اهو كبر الامنيون اهو قفل كل الكافيتي بتاع السيست دي خلاص حوطها من كل النواحي وفيما بعد يديك البلاسينتا المشيمه وده هيديك الايه مشيمه اللي هي ماترنال بارت وده اسمه فيتال بارت من المشيمه ناحيه الطفل وده اسمه امبلايكال كورد الامبلايكال كورد بيبقى ايه متغطي بشيس من مين من الامنيتك كافيتي من الامنيتك من الامنيتك ممبرين عشان كده احنا قلنا الماترنال بارت بيبقى رف لكن الفيتال بارت بيبقى ايه سموس ولامع ومتغطي بمين بالامنيوتيك ممبرين ده ماشي يا اولاد ده كده شكل الامبلايكال كورد اهو او الكونكتنج ستوك بعد كده بقى امبلايكال كورد دخلت فيه فيزيكال هي من الام من اندوميتريوم دخل فيه امبلايكال ارتري وطلعوا ايه امبلايكال فين قصدي طلع له امبلايكال ارتري ماشي وكانت فيه لسه برضو معاكم اللي هم الالانتويس اهو وادي الكونكتنج ستوك ادي قصدي الفيتيلو انتستاينال داكت اهي
كل دي structures موجودة في الامبليكال كورد ده، مش كده بنقطع منه cut section كده، اهو المنظر بتاعه اهو ده كده في الايه يقول لك اسمها حاجات brief term او يعني early embryonic structure، وحاجات في full term وحاجات بعد الترم بعد الولادة يعني عند the time of birth. الاجهزة دي اللي احنا بنقول عليها structure of the cord, structure before full term. في structures موجودة at full term وفي حاجات at birth عند الولادة. structure before full term قبل يعني لسه يعني جنين في البداية في الشهور الأولانية بتاعته، the cord بيتكون من ايه حاجة اسمها wharton jelly، حاجة اسمها ايه wharton jelly. wharton jelly ده حاجة عاملة زي ايه عاملة زي ايه عارفين يعني عاملة زي حاجة الهلامية الجيلي الأبيض كده تمام، حاجة زي السائل الهلامي كده زي عامل زي الجيلي فسميناها وارتون جيلي، اسمه العالم وارتون. وارتون جيلي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الوز ميزينكايمال تيشو derived from the mesoderm of the connecting stalk. لو تفتكروا ميزوديرم حوالين الكونكتنج ستوك تمام كده، the connecting stalk. this tissue is rich in ايه a proteoglycan and functions as a protective layer for blood vessels. فهذا وارتون جيلي هذا الميزينكايمال تيشو ده ايه بيحمي مين البلود فيزلز اللي داخلين وطالعين منه جوه الامبليكال كورد. this wharton jelly forms the main bulk of the cord and is surrounded from outside بمين بشيز قلنا من ايه من الامنيون. رقم اتنين في حاجه اسمها فيتيلو انتستاينال داكت، حاجه اسمها ايه فيتيلو انتستاينال داكت. فيتيلو انتستاينال داكت دي connects the yolk sac with the midgut. connects the yolk sac مع مين؟ مع midgut. تالت structure الالانتويس on the duct which opens into the hind gut on the left hand part من الرينال برادر. رقم اربعة الامبليكال فيزز، حاجات تتحفز. رقم اربعة مين؟ الامبليكال فيزز. قلنا في ال before full term يبقى عندك وارتون جيلي، عندك vitellin intestinal duct الالانتويس، عندنا امبليكال فيزز، عندنا حاجة اسمها vitellin فيزز تمام. الامبليكال فيزز عندنا اتنين امبليكال ارتري واتنين امبليكال فينز، خدوا بالكم من دي، يبقى 2 امبليكال ارتري واتنين امبليكال فينز. الفينز هي اللي بتودي البلد للفيتس، والارتري بتاخد الدي اكسجين البلد من الفيتس توديه تاني للمذر. 2 امبليكال فين واتش رانز الاثنين ان ذا كونكتنج ستوك تو ريتش ذا بلاسينتا، ذا رايت امبليكال فين ده فيما بعد يحصل له ايه ديجنريت ويختفي. رقم خمسة حاجة اسمها vitelline vessels دي run in the mesoderm around the vitello intestinal duct and drain the wall of the yolk sac، سميناها vitelline vessels. الامبليكال vessels دي هتدينا systemic vessels اللي عندنا، يعني عندنا systemic vessels اللي هم مين؟ اللي هم الأورطة والإنفيرو فينا كيفا والسوبيرو فينا كيفا، الحاجات الكبيرة دي اسمها مصدرها فين مين مننا احنا صغيرين؟ الامبليكال vessels دي. الفيتلاين فيزز فاكرين البورتال سيستم والبورتال فين والبلد اللي هو احنا قلنا البورتال ده بيعمل دمج للجي اي تي، فهو الفيتلاين فيزز دي يعني فيما بعد بتديني البورتال فيزز دي دينا البورتال سيستم، لان هي موجوده فين حوالين الفيتلو انتستاينال داكت. احنا اتفقنا اي حاجه تخص اليك ساك يبقى تبع مين؟ تبع الجي اي تي خلاص. فكلمه فيتلو ريليتد لليك ساك انتستاينال انتستين تبع الـ GIT، فالفيزلز اللي حواليها سميناها vitelline vessels دي فيما بعد بتدينا في جسمنا ايه؟ بتدينا البورتال سيركت بورتال فيزلز بورتال فين والكلام ده كله. يبقى umbilical vessels vitelline vessels allantois vitello intestinal duct wharton jelly. اخر حاجه بيحكي عنها بيقول لك الكليفتس، حاجات ال spaces دي اللي موجوده في الـ of the extra embryonic cilium دي موجوده in the proximal part of the cord close to the umbilical orifice and receive the loop of midgut which herniates into these clefts. يعني دي بتقول كريس يعني زي فراغات كده موجوده في الاورفيس ممكن يحصل منها هيرنيا، هيرنيا يعني فتاء كده يحصل يعني حاجه اسمها internal هيرنيا، ممكن لوب جزء من الميدجت ده من الانتستين يطلع في السبيسز دي خلاص، يعمل زي الهيرنيا كده، ياخد بارت من الممبر ويطلع لبره كده، فبيعمل لك حاجه اسمها هيرنيشن internal هيرنيا، يعني هي سايت فور هيرنيا مش اكتر، ممكن يحصل فيها كذا تمام. ات سبيس ممكن يحصل منه ريسيف اللوب اوف ميد جات ويتش هيرنيت انتو ذيس كليفتس تمام كده، دي مشكله يعني ممكن تبقى
بتتحل من نفسها، وممكن لازم تعمل حدها طبعا بتعمل مشاكل. ايه بقى الـ structure at the full term؟ The cord has the following feature at and the full term. ايه اللي هيحصل؟ اولا طوله هيوصل كام؟ 50 سنتي 50 سنتيمتر، تمام، نص متر. normally attached to mean the midfinal fetal surface of the placenta، عشان كده بيبقى الجزء بتاع الفيتال من فيتال بارت اوف ذا بلاسينتا بيبقى ناعم عشان نغطي بالامنيون، خلاص امنيتك ميمبرين. طيب فين بقى normally ان هو موجود في الفيتال سيرفيس وفين؟ near its center، مهمه near its center. يبقى طوله بيبقى كام؟ 50 سنتي. normally attached to the fetal surface of the placenta، الكلام ده مهم، near its center. it shows ايه بقى اللي بيحصل فيه؟ disappearance of two constituents، اتنين مكونين من المكونات اللي احنا قلنا عليهم before the full term اللي هما مين؟ بيختفوا. right umbilical vein بيختفي والفيتيلو انتستاينال داكت بتختفي. بي ريبليسد بايه؟ بي فايبرس تيشو هنحكي عنه. يبقى الامبلايكال فين والفيتيلو انتستاينال داكت يحصل لهم disappearance، يتشال وريبليس الفايبرس تيشو. the cord always shows a spiral torsion which may be due to unequal growth of the umbilical vessels اللي هم umbilical artery vein، بيبقى unequal growth بتاعهم مش متساوي، فبالتالي بيحصل زي torsions كده زي التعرجات موجودة في ال umbilical cord حبل السوري. the cut section عند الترم عند الفول ترم عامل زي الوي واحد بيضحك smiley face، خلاص ادي اتنين eyes اهم، مين عاملهم؟ اللي هم ال umbilical artery. مين امبلايكال ارتي؟ الكونتنت دي كلها معموله بمين؟ قلنا العامل المين بالك للوول هو مين؟ ده وارتن جيلي. ده مين؟ ده الوارتن جيلي. وانا من بره الممبرين ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اهو امنيوتيك ايه؟ ابيثيليوم او امنيوتيك ممبرين. ده الوارتن جيلي اهو، والعامل الاثنين عين دول اللي هم مين؟ امبلايكال ارتري، وفي عين واحده مبتسمه ده اللي هو مين؟ امبلايكال فين. احنا قلنا الثاني حصل له ديجنريشن، بقى عندنا واحد بس، فبقى عندنا اثنين ارتري وواحد ايه؟ فين. وقلنا الفيتيلو انتستاينال داكت حصل لها ديجنريشن، بقى معانا مين؟ ده الالانتويك داكت، لسه قاعده الالانتويس عشان هتوصل لي البلادر بمين؟ بالامبلايكس، خلاص. الالانتويس دي برضو هيحصل لها ايه؟ اوبليتريشن، وبتبقى بدلها ايه؟ فايبرس تيشو برضه، سميناه يوريكاس. سميناه ايه؟ يوريكاس ادفيرس. يوصل لك الرينال بلادر بالامبلايكس. ايه بقى الـ changes هي اللي بتحصل after birth؟ ايه اللي بيحصل؟ at birth the cord is cut، طبعا بنقطعه، and its constituent which lie in the body wall of the child become transformed into ligament، تمام. حاجات الـ structures الموجودة فينا احنا فضلت لسه علاماتها فينا، الحبل السوري علامته فينا مين؟ الـ umbilicus، ده اللي هو كان السايت اللي كان بيكونكت البيبي بالمذر عن طريق الـ ايه؟ البلاسينتا، تمام. ففضلت structures دي اللي كانت موجوده جوه هذه الامبلايكال اوريفيس ريبليس ذا فايبرس تيشو، عملت فينا احنا ايه؟ موجوده فينا remnant من واحنا اجلنا. فضل معانا الليفت امبلايكال فين. الليفت امبلايكال فين هيحصل له اوبليتريشن، يعني يتسد ويعمل لك ايه؟ حاجه زي ليجامنت كده، رباط موجود في الكبد فينا، سميناه ليجامنتم تيريز اوف ذا ليفر. اسمه ايه؟ ليجامنتم تيريز اوف ذا ليفر. الحاجات دي احفظوها كده. يبقى left umbilical vein ادانا ايه؟ after birth ادانا ligament سميناه ligamentum teres of the liver. يبقى ligamentum teres الاوريجين بتاعه مين؟ كان left umbilical vein ده، خلاص موصل الليفر بالامبلايكس. طيب رقم اتنين umbilical artery. umbilical arteries دي يحصل لهم obliteration ويعملوا حاجة اسمها medial umbilical ligament. حاجة اسمها ايه؟ medial umbilical ligament، خلاص موصلين ايه الستركشرز الموجود في الابدومينال وول بالامبلايكس على الجنبين كده، وسميناهم ايه؟ ميديال امبلايكال ليجمنت. طيب في حاجه اسمها الانتويس رقم 3. قلنا الانتويس ده هيعمل حاجه اسمها اليوريكاس، ده يحصل له فايبروزيس، تمام، برضو اوبليتريشن تو فورم ذا ميديان امبلايكال ليجمنت. يبقى عندنا دي ستركشرز موجوده في الانتير ابدومينال وول بتاعتنا من جوه. الميديان امبلايكال ليجمنت جاي من مين؟ من الالانتويس، تمام، اللي هو اليوريكاس اللي قلنا ماسك البلادر بالانتيور ابدومينال وول. والامبلايكال ارتري يحصل لهم اوبليتريشن، اديني حاجه اسمها ميديال امبلايكال ليجمنت. يبقى الميديان من مين؟ من اليوريكاس، من الالانتويس.
والميديال من مين؟ من الامبليكال ارتري، ارتريز اللي هم اتنين امبليكال ارتري رايت ليفت، اديني حاجه اسمها ميديال. طالما في ميديان يبقى في اتنين ميديال وفي اتنين لاترال، مكنش دعوه باللاترال دلوقتي، خليكم في الميديال والميديان. ماشي، الميديال من الالانتويس، الميديال على الجنبين، واحد هنا واحد من هنا، جاي من مين؟ من الامبليكال ارتريز دول رايت والليفت. في بعد كده ليفت امبليكال فين، ده اداني حاجه اسمها ليجامنت انتيريز، ده مع نفسه. تمام، احفظوهم بقى. ايه الامبورتانس اوف ذا امبليكال كورد؟ طبعا هو اللينك الوصله بين ذا فيتوس اند بلاسينتا ثرو ويتش ذا امبليكال فيزلز باس، لما اهم حاجه الامبليكال فيزلز دي بتغذي الطفل. It gives the fetus full freedom to move within the amniotic cavity. بدي حرية مطلقة ان هو ايه يتحرك جوه الـ amniotic cavity، يحرك ايديه ورجليه وعضلاته ويبدأ يكبر normally. The structure عندنا حاجة اسمها single umbilical artery. Single umbilical artery، احنا قلنا عندنا كام artery؟ اتنين. فلو لقينا في واحد بس طبعا هيبقى الـ blood supply اللي رايح موجود في الـ رايح اللي رايح وجاي للفيتس قليل. خلاص، the most common anatomical abnormality of the umbilical cord and may associated with still births or fetal structure anomaly. يعني يحصل still births، يعني جينا تموت داخل بطن الأم، أو حاجة اسمها fetal structure anomaly، يعني بيبقى غير كامل النمو، يعني بيبقى في حاجات مشاكل في الإيد أو الرجل أو كامل ده كله. دي حاجة. الحاجة التانية تبقى single umbilical artery SUA. رقم اتنين انوملي في الاتاشمنت، احنا اتفقنا ان النورمال اتاشمنت بيبقى موجود فين؟ في الفيتال بارت بتاع البلاسينتا نير السنتر. طيب لو حصل ان هو اتاتشد للمارجن بتاعت البلاسينتا، هذه الانوملي سميناها باتل دور بلاسينتا. باتل دور بلاسينتا يعني الكورد موجود على حافه البلاسينتا، باتل دور على الباب، تمام، على بره على المارجن. لو حصل اتاشمنت لهذا الامبريكال كورد away from placenta just في الممبرين بتاعتها away من البلاسينتا سميناها filamentous attachment. filamentous attachment of the cord يعني ماسك في الممبرين، كلمة filamentous يعني خيطية أو membranous، attach في الممبرين من بره قبل ما يوصل البلاسينتا، باتل دور بلاسينتا وfilamentous attachment of the cord. رقم C anomaly في اللينس، طبعا اللينس مشكلة، احنا قلنا النورمال لينس بتاعنا حوالي نص متر 50 سنتي. لو لقيناه abnormally long أكتر من 1 متر، طبعا إيه اللي يحصل؟ ممكن تحصل true knot أهي، يتلف حوالين البيبي، يلف حوالين الكورد نفسه، يحصل منها true knot، دي طبعا تعمل obstruction blood flow، أو ممكن البيبي يلف حوالين رقبته، تمام كده؟ in circle حوالين النك أو the fetus leading to asphyxia، يخنق نفسه بالحبل السري. دي مشاكل abnormal lung انه يحصل منها true knot فبتعمل obstruct blood flow رايح للبيبي، او ممكن يخنق يلف حوالين رقبته اثناء الليبر فينزل الطفل ميت asphyxiated. يقول لك لما ينزل كده ساعات ينزل مثلا مختنق، يقول لك يلف الحبل السري لف حوالين رقبته اثناء الولاده، او ممكن during the pregnancy عادي يحصل حاجه اسمها stillbirths يموتوا جوه ايه before labor يعني. طيب an abnormally short cord ده اقل من 40 سنتي ده carry risk of mean of early detachment of placenta during delivery، يحصل البلاسينتا يحصل لها detachment، طبعا ده برضو بتأثر على blood supply، ممكن يحصل ديست برضو للفيتوس. خلاص، اسمها abnormal، اسمها ايه early detachment of placenta. طيب رقم دي حاجة اسمها umbilical cord knots. knots دي يعني عقدة او ربطة، ده حاجة اسمها true knot وحاجة اسمها false knot. true knot دي arise from a fetal movement and are more likely to occur during early pregnancy، يعني ايه لو انه fetal movement عمال يلف حوالين نفسه كده فراح عقد ايه الامبليكال كورد بتاعته، طبعا دي بتعمل decrease blood supply ممكن تعمل death. اما false knot دي حاجات في structure wall بتاعة الكورد نفسه، دي ملهاش مشاكل، دي due to a umbilical artery loops within the cord، يعني ممكن umbilical artery بدأ يعمل ايه looping يلف حوالين نفسه كده ويعمل تعرجات في الوول بتاعت الكورد نفسها. طبعا دي مش هتأثر على البلاس سبلاي ولا حاجة، ده جاست عمل looping يعني عمل زي ايه تانيات كده تعرجات، ملهاش مشاكل يعني. ادي شكل النورمال بلاسينتا، النورمال اتاشمنت اوف ذا كورد، ادي الفيتال بارت قلنا سموث، اجي هو نير السنتر بتاعه اتاتش ايه الحبل السوري ده الامبليكال كورد.
الباتل دور هي جاية على المارجن اهو، الامبليكال كورد اتاتشد تو ذا مارجن. الفيلامنتس شايفين عاملة زي الممبرين اهي كده، هو الامبليكال كورد اللي اسمه ايه ده، الامبليكال كورد ده اتاتشد لمين؟ للممبرينز من بره، فدي سميناها امبليك، اسمها فيلامنتس او ممبرنس بلاسينتا، اسمها بلاسينتا ممبرينيشيا، ماسكة في الممبرين اهي، اسمها فيلامنتس انسيرشن. كلمة فيلامنت يعني خيوط، ماشي، بعيد عن البلاسينتا خالص، دي خيوط اهي ممبرين. الشكل التالت بتاع الترونوت، ادي شكل الترونوت اهي، عقدة كاملة مربوطة رابط الكورد، لكن دي شايفة الوول بس حصل له كده لوبينج اهو، لمين ده؟ الامبليكال ارتي، حصل له لوبينج، لوبينج يعني عامل زي شكل يعني لف كده، تمام. تانيات ماشي في الوول، لكن ايه، لكن البلود ماشي عادي ستريت مش مشاكل، دي اسمها فولس نوت. وشكرا.